شنو قاعد مدير انت؟ بطل واطلع روح اقعد يم مرتك. والله في عليك السوداني من خليت على كل وزير مستشار. والله على قولة حبوبتي اخذي لك فدوة. القصة الثانية محمد شبيب اللي هم خريجي المراكز المهنية والدورات التدريبية السريعة اللي تخرجوا بعنوان شهادة معادلة الإعدادية وما يعادلها، وكان لنا حق في إكمال الدراسة والكلية، لكن بعد تسلم علي الأديب أصدر قرار بعدم السماح لنا بإكمال الدراسة والكلية. تعتبر مشاهد يعني هو يحكي على خريجي المعاهد أنه هي معادلة لشهادة الإعدادية من حيث الراتب والخدمة خلاف القانون وحقنا الدستوري، لكن بعد سلسلة من المظاهرات والمناشدات عبر القنوات الفضائية تم اللقاء مع وزير التلبية وأصدار كتاب وزارة التعليم بالسماح لنا بإكمال دراسة الكليات، وطلب من وزارة التربية معادلة شهاداتنا، ووجه وزير التربية كتاب معنون لمدير عام التربية والتقويم والامتحانات بمعادلة شهاداتنا لغرض إكمال الدراسة وعدم حرمانا من حق الدستوري. انطوني علي محمد شيم. محمد شلونك؟ السلام عليكم محمد. أستاذنا الكبير المتألق أستاذ نجم الربيعي حياكم الله. محمد حياك الله. أنتوا قصتكم من وصلت؟ والله قصتنا يعني صراحة يعني من العرف حاليا يعني من اللي حدها من اللي يستقبلنا منه رغم القرارات الأخيرة أستاذ نجم أستاذنا العزيز المبدع جنابك اتطرقت في بداية كلامك بصورة مختصرة لكافة القرارات إذا تسمعني أخي. الآن أكو قرار من وزارة التربية المراكز المهنية شهادتهم معادلة الإعدادية وتنقبلون بالكليات ولا لا؟ أكو قرار؟ لا حاليا ما لا ما أكو قرار. إذن أنتوا تردون قرار؟ أحسنتم، بس إذا يسمح لي وقت جنابك أستاذ نجم الله يوفقك، إحنا خرجينا المراكز يعني هاي المراكز اللي هي زمن صدام يعني مو جديدة في العهد، وشهاداتنا لغاية 2014 كانت كل المراكز بعد الانتهاء 3 سنوات يسمح لجميع الطلبة بالالتحاق بدراسة الكليات حسب التخصص. بعد 2014 قرار علي الأديب اللي حجم الشهادة وقفها علي الأديب معادلة الإعدادية وقفها علي الأديب وظلت واقفة من زمن علي الأديب. نعم بعد الوزراء اللي وراهم ما ناقشوا هذا الموضوع ومطالبات الأخوة وزير التربية إبراهيم مامس الجبوري ووزير التعليم نعيم العبودي، صدر قرار نعيم العبودي إلى وزير التربية قال له يا بهذولي ما عندنا مشكلة وياهم، هم مقبولين سابقا وشهادتهم معادلة سادس، فإحنا نقبلهم بالكليات، أنت بس عليك تعادل الشهادات مالتهم من خلال مديرة التقويم والامتحانات والتعليم المهني. وزير التربية على هذا الكتاب صدر كتاب المن للتعليم المهني وبالتقويم والامتحان، قال يا به حسب قرار وزير التعليم العالي ما عنده مشكله قبولهم، فانت عادل شهاداتهم. ايش قال بالبدايه مدير التقويم والامتحانات والمهني؟ قال والله ما عندنا اوليات لهم ولا شهادات، زودناها شهادات رقميه ودرجات ومعدلات. التجا للخطه باء. هذا الحكي قبل ايش قد بابا محمد؟ قبل ايش قد هذا الحكي؟ شهرين او ثلاث اشهر صار تقريبا. اللي صار بالاخير شنو؟ اللي صار بالاخير حسب كتاب وزير التعليم، وزير التربيه طلب من مدير التعليم المهني قال له يا بحسب وزاره التعليم العالي والبحث العلمي عادلنا شهاداتهم حتى يقبلون حسب قنوات القبول. الكتاب اللي وجهه وزير التربيه مشكوره جهوده ابراهيم نامس الجبوري وصل للتعليم المهني، ايش قال ابو البدايه استاذ نجم؟ قال والله احنا ما عندنا اولياتكم لان معاهدكم قديمه وما عندنا درجات. عارف اخوي افتهمت هاي، اختصر لي الله يخليك، اختصر لي هو ده اختصر لك ابو التقويم. الموضوع ابو التقويم احنا ان شاء الله اليوم من خلال ابو التقويم شطاكم قرار، ابو التقويم شطاكم قرار، اول ما قال ما عندنا اوليات زودناه باوليات، من قلنا عندنا الاوليات سود قال لا ما دام هيجي اخذ قرار جديد. شنو القرار الجديد؟ والله احنا امتحانكم امتحان ثابت خارجي. طيب ليش؟ واحنا شهادتنا معادله للثالث نرجع امتحان ثالث مره اخرى ليش؟ شنو انتم كملتوا محمد والوزير؟ نعم. يسمع كملت المراكز المهنية. نعم. بسويسرا وجيتوا
المراكز المهنية ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة مكتوب بالشهادة مالتنا مو نحكي هذا. أنا أريد الوزير، أريد الوزير يسمع يعني لما يصدر قرار من الوزير يروح لأبو التقويم، أبو التقويم يخلي عراقيل. الآن يا معالي الوزير أنت يجب أن تعقد، أنت يجب أن تعقد اجتماع مع مراكز المهنية من مدراء وأساتذة ومختصين والمدير العام قبل أن تصدر قرار، تقولهم يا بهذا الموضوع أنا أريد أصدر قرار، ما هو المسموح وما هو غير المسموح إذا كنت لا تعرف بها، أما إذا كنت تعرف بها فالمراكز المهنية ينفذ. هسا أنا ما أتعرض مع قوانينكم لكن أنا أمتحنكم. شلون تمتحنهم؟ ليش هم وين 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 كانوا؟ هم جايبينها من دولة إلى دولة وتسوي لهم معادلة شهادة بعدين أنت أبو التقويم المسؤول عن المراكز المهنية شنو ما عندك أوليات؟ ها؟ استاذ نجم الله يطيل عمرك ان شاء الله وبرنامجك لمؤسسه الرأي العام والمنبر الصادق الحر، انا رسالتي من جنابك وعن لسان هذه الشريحه الكبيره اللي حملوني اياها امانه خصوصا بين يدي انت اعلان ومتالق مؤسسه الرأي العام. احنا حاليا شنو شنو مطالبين؟ مطالب اذا تسمح لي من خلال برنامجك الان على خمسه فضائيات اللي طالبت بها اليوم اطالبها من خلال منبرك الحر، نطالب من خلالك يا استاذ نجم بعد وصول مرحلة اليأس من وزير التعليم العالي والتربية نطالب ونأمل أن نلتقي بدولة رئيس الوزراء المحترم محمد شياع السوداني لكونه سبق قبل أشهر نظر بقراره وأعطانا قرار منصف برفع الغبن عن جميع حمل الشهادة الإعدادية وما يعادلها. فلذلك أسأل الله أن يوفقك يا أستاذ نجيب ومن خلالك وعن لسان الآلاف أوكي. المكتب الإعلامي دولة الرئيس يا مكتب الإعلامي يا مكتب اسمح لي بابا يا مكتب المتابعة المكتب السيد الرئيس يا المكتب الإعلامي ذولا عتب قرار من رئيس الوزراء وعتب قرار من وزارة التربية شهاداتهم معادلة ووزير التعليم العالي يقول لوزير التربية يجيبهم. هي مشكلتنا احنا بهاي الحلقات الوسطية، مدير التقويم أو المدير العام أنا أدعوك للرد من خلال هذا البرنامج لأن هاي حقوق لشريحة، أما أن يكون لك حق بالرفض والحق يجب أن يكفله القانون، أما هنالك تماهل وتقصير بإنجاز هذه. تشتغلون تنجزون قصة العالم لأن عندهم قرار وعندهم استحقاقات، كمل إجراءاتك أنت القانونية لكن مو على حساب على قول تهنت مطمط بيها لأنه مرات ما يعجبك القرار. ومكتب كل وزير الآن يجب أن يكون عنده مكتب متابعة أكو بريد تحت اليد زين هذا اللي تروح بيه والإجراءات. مكتب المتابعة يقول له مع الوزير ورا أسبوع هاي صارت هاي وقفت هاي تحتاج تعديل هاي تحتاج لقاء هاي تحتاج كذا هاي تحتاج كذا هاي إذا ردت ابن دولة. ما كل مدير العام مسترخي أنا ما عندي أوليات. شلون ليش ما عندك اوليات؟ تطلب من المواطن ان يجيب لك اوليات. شنو قاعد مدير انت؟ بطل واطلع روح اقعد يم مرتك. مدير عام عندك اوليات غصبا عنك عندك اوليات. ليش يعني شغلك هذا؟ المواطن منين يجيب لك اوليات؟ ومن ثم تعال ابو الولد من يقول الاوليات اللي جاب لك اياها الطالب حقيقيه بحيث تستند عليها؟ مراكز المهنيه مو تابعه لكم وين اولياتها؟ غصبا عليك تدور اوليات. ومطالب برد معالي وزير التربية. هاي قصة لناس يجب أن يتم الاهتمام بها واحترامها وأن تتابع كوادرك ليش دا يشتغلون بهاي الطريقة. أنت تريد تنجح هذا والله عافية عليك السوداني من خليت على كل وزير مستشار والله على قولة حبوبتي أغدي لك فدوة لأنه يبدو لي إحنا مو كل إحنا يعني نمشي بالضمير أكو قسم لا والله ولو الماي سوقه مرضى على سوق العصا ما ينفعه.